طبعا يعني احنا مش متعودين فرقه النادي الاهلي في الكره الطايره يحصل اخفاق في الموسم بضياع بطوله الدوري والكاس. يعني خلاص يعني اللي انتهى انتهى خلاص. احنا النهارده خلاص يوم جديد خلاص، احنا والفرقه والجهاز الفني ومجلس اداره النهارده برئاسه الكابتن محمود الخطيب عامل لنا دعوه فطار ودعم جامد وشد من اذى الفريق. ان شاء الله ربنا يكرم، لسه الموسم ما انتهاش بالنسبه لنا، خلاص بطوله عدت. احنا الحمد لله فريق بطولات، باذن الله ربنا يكرمنا، عندنا بطوله كمان 10 ايام ان شاء الله في تونس باذن الله، باصرار من اللعيبه بالكلام اللي حصل خلاص بعد الخساره، بالدعم اللي ادينا لبعضنا باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله نقدر نرجع ان شاء الله ببطوله افريقيا بتونس باذن الله. بصراحه القعده كانت ايجابيه جدا، يعني الواحد اتبسط جدا، يعني حفزنا. يعني انت شايف شكل اللعيبه عامل ازاي، محبطين ازاي، متضايقين ازاي، الواحد يعني مش عارف يعني يقول ايه بصراحه. بس لما الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النهارده فطرنا مع بعض، الكلام بتاعه حفزنا كده جدا، قال لك الرياضه فعلا مكسب وخساره، نرمي الخساره ورا ظهرنا، نركز، عندنا بطولتين مهمين، المفروض مسافرين احنا الاسبوع الجاي عندنا امم افريقيا، لازم نركز ونشتغل على البطوله الجايه عشان ناخدها. الحمد لله احنا بقى لنا 3 سنين ولا 4 سنين بناخد امم افريقيا، السنه اللي فاتت ما شاركناش بس احنا كنا ابطال افريقيا، فان شاء الله السنه دي ناخدها ان شاء الله. وبحب اشكر مجلس اداره على اليوم الجميل النهارده اللي دعمنا فيه ووقف جنبنا، مش في وقت المكسب بس، في وقت الخساره واقف جنبنا وبيدعمنا وبيحفزنا. وان شاء الله البطوله تيجي في الاهلي عندنا، وان شاء الله نفرح بيها الجمهور، ان شاء الله نعوضه باقل حاجه الحمد لله.